هنا بقى الفاكتورز كيبينج ذا ارشز اوف ذا فود، يعني ليه الفود بتفضل ارشد؟ يعني ليه؟ طب ما الواحد طول النهار يعني ايه اللي بيخلي الفود بتفضل واخده الشيب بتاع الارش طول عمر الانسان النورمال؟ فقال لك الشيب اوف ذا بون. احنا اتفقنا ان شكل العظم بتاع الفود لما يتركب على بعضه لازم يبقى الفود ارشد، تلاقي عظمه مقطوع منها حته من الناحيه دي وكامله من الناحيه التانيه، وعظمه بحيث انك انت لو تركب العظم ده كله على بعضه لازم يبقى شكل العظم شكل الفوت ارشد. المثل على كده الانترميديت كونيفورم، تلاقيها نحيفه من تو سايدز واخده شكل البيراميد، تقوم تلم الميديا الكونيفورم على ناحيه واللاترال كونيفورم على ناحيه، يقوم يبقى الفود في هذه الحاله ايه؟ دايما شكله ارشد. يبقى اول فاكتورز من الفاكتورز ويتش keeping the arches of the foot shape of the tarsal bones. The tarsal bones are designed to result in formation of the arches when they articulate together. يعني متصممة، ربنا مصمم شكلها تدي arches في الفوت. نمرة اتنين الليجامنت. في short ligaments تربط العظم ده كله ببعضه، لكن في طبعا long ligaments خدناهم، في السبرينج ليجامنت وفي الدلتويد ليجامنت، دولت برضو بيحافظوا على ان العظم بقى ماسك في بعضه وعامل لي ارشز في الفود. نيجي بعد كده شورت ماسلز اوف ذا فود، كان عندي الماسلز الصغيره في الفود اللي هي الفليكسور هالوسز واللونج شورت ماسلز اللي هم اللي احنا خدناهم في الفود، الانتر او سي اي واللومبريكلز والابداكتور الهالوسز والابداكتور ديجيتي مينيمي والكلام ده كله، الشورت ماسلز دول بتربط عظمه وبعضه في الفوت، فبتثبت العظم بتاع الفوت مع بعضه، فديت برضو بتساعد على ثبات الارشز اوف ذا فوت. اللونج تندونز ريتشنج ذا فوت، طبعا في تندونز كتيره بتوصل للفوت ودي مهمه، لكن انا بيخطر عليا تندونز مهمة جدا اتنين، واحدة تكيب لونجتودنال ارش اوف ذا فوت اللي هي تيبياليس بوستيرور اللي ماسكة في كل التارسال بونز ما عدا التيلس وبالاخص في السكند والثيرد والفورس ميتاتارسال بون، والعضلة التانية اللي تكيب الترانزفيرس ارش اوف ذا فوت اللي بتعمل جروف على الكيوبود وتمشي بالعرض اللي هي البرينياس لونجس اللي بتمسك في الميديا الكونيفورم بون والفيرس ميتاتارسال بون. يبقى اتنين تندونز، تيبياليس بوستيرور والبرينياس لونجاس، تيبياليس بوستيرور كيب لونجتودنال ارش والبرينياس لونجاس كيب الترانزفيرز ايه ارش. بعد كده التنزونز دي كلها مقفول عليها هنا اهو او سبورتد بفايبرس باند او فايبرس تيشو اللي هو قافل الحته دي تحت دي كله اسمه بلانتر ابنوروزس. يبقى في عندي تحت هنا كمان البلانتر ابنوروزس، ات فورمز ذا تي بيم ذا تاي بيم اوف ذا لونجيتودينال ارشز، يعني ده بقى اللي قفل على اللونجيتودينال ارشز اوف ذا فوت وثبتها على بعضيها. دولت اللي فاكتورز كيبنج ذا ارشز اوف ذا فوت. ريمبر ذات ذا ارشز اوف ذا فوت may be lost، يعني ممكن الارش اوف ذا فوت دي تبوظ لو اكسيدنت، واحد فات على رجله عربيه ممكن تعمله في هذه الحاله فلات فوت، تكسر العظم تعمل فلات فوت. لما واحد يحصل له ديبيليتيتنج ديزيز، يحصل له مرض خد من البروتينز في جسمه كتير فضعف له الجوينتس والليجامنت، ممكن يحصل فلات فوت. في ناس بتتولد لوحدها بفلات فوت، مولوده بفلات فوت. يبقى the arches of the foot may be lost leading the condition called flat foot. يبقى ده الجزء ده اللي هو بيدوا الاسم ده اللي هو الايه فلات فوت when the arches of the foot is lost.